السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في اون نوفيل فيديو على القناه ديالي فاليدي فاسيلمون. في هذه لا فيديو هذه غادي تكون اون نوفيل بارتي في الموديول ديال شيما اورغانيك. هاد لا بارتي هذه غادي تكون على لي كومبوزي فونكسيونيل. دونك هاد لي كومبوزي هادو كاملين اللي كاينين هنايا ضروري انكم تحفظوهم، حيت هما اللي غادي نخدموا بهم من هنا لقدام. ضروري انهم يتحفظوا باركور وتكونوا عارفين علاش هادي اميد، علاش هادي سيتون وكل شيء. دونك نشوفو اول فونكسيون واللي هي ضروريه بزاف وهي لا فونكسيون برينسيبال. المهم في الفيديو اللي جايه اللي غادي نوريكم فيها لي فونكسيون برينسيبال، امتى غنقولوا استر سي تان فونكسيون برينسيبال وامتى غادي نقولوا راه غادي يكون سيكوندير. دونك ملي كيكون عندنا ان كربون دوبل ليزون اوكسيجين سامبل ليزون او اتش كنسميوه لاسيد كاربوكسيليك. كربون COOH لاسيد كاربوكسيليك. هنا ملي غتبدل هاد الاش هادي اللي هنا بان كربون، دونك الا شفتو ليستير ولاسيد بجوجهم عندهم COO، غير هو ليستير في بلاص ما نديرو ليه هنايا واحد الهيدروجين درنا ليه واحد الكربون. دونك هذا اسيد كاربوكسيليك COOH، هذا استير COOC. هنا عندنا ان كربون دوبل ليزون او سامبل ليزون اكس. شكون هو اكس؟ اكس هما لي زالوجين. لي زالوجين قلنا كاينين ربعه، الكلور البروم اليود والفلور. دونك هنا هاد لا فونكسيون هادي نسميوها الوجينور داسيد، يعني الا كان عندنا هنايا الكلور نسميوه كلورور داسيد. الوجينور داسيد سي دوبل ليزون او سامبل ليزون اكس، سوا الكلور سوا البروم سوا اليود سوا الفلور. هذا كنسميوه لانيدريد. ملي كيكون عندكم سي دوبل ليزون او سامبل ليزون او سامبل ليزون سي دوبل ليزون او كنسميوه لانيدريد. المهم هادو راه قلت لكم راه خاصهم يتحفظوا، هاد كاع لي فونكسيون اللي كاينين هنايا خاصهم يتحفظوا، ضروريين ضروريين بزاف. دونك هنا اشنو عندنا؟ هنا عندك سي دوبل ليزون او سامبل ليزون اتش. سي او اتش سميتو لالديد، هذا راه غيكونوا عارفينو الناس اللي كيقراو اللي قراو البيوشيمي ستركتورال. لالديد او سيتون بجوجهم غادي تقراوهم في الشيمي اورغانيك وفي البيوشيمي ستركتورال. دونك سي دوبل ليزون او سامبل ليزون اتش كنسميوه لالديد. وهنا ملي هاد الاش هادي كتبدل بلازوت كنسميوه لاميد. دونك سي او اتش الديد سي او ان اميد. ملي كيكون عندنا غير الكربون مع الاكسجين كنسميوه لو سيتون. كربون دوبل ليزون اكسجين سميتو سيتون. هنا النيتريل، هنا اشنو عندنا؟ عندنا كربون وحده وعندنا اتوم ديال لازوت وحده وبيناتهم لا تريبل ليزون كنسميوه نيتريل. ني تريل لازوت كربون تريبل ليزون. هنا اشنو عندنا؟ هذا سميتو الكول، هذا راه معروف سميتو الكول. كربون او اتش الكول. ملي هاد الكربون او اتش كيكون عندنا لو تيول، هذا لو سوفر السوفر والهيدروجين. ملي كيكون عندك لو اس اتش هذا كنسميوه لو تيول، هذا سميتو لو تيول. هنا اشنو عندنا؟ عندنا ليتير. ليتير اشنو فيه؟ كتلقى كربون اكسجين كربون. وهنا راه غادي يبقاو هذوك لي تريبليزون على حساب شنو غادي يكون فيهم، على حساب كل موليكول شنو غتلقاو فيها. المهم ملي تلقاو كربون اكسجين كربون هذا ليتير، بيان سور بيناتهم لي سامبليزون. واخر فونكسيون عندنا في هاد لا فيديو هادي هي لامين. لامين هو ملي كيكون عندك ان كربون مع واحد لازوت او لي ليزون ديالو. هنا علاش درت جوج ديال لي ليزون ليبر؟ حيت لازوت كيدير ثلاثه ديال لي ليزون، ياك هنا دار وحده مع الكربون، دونك غادي يبقاو ليه جوج خاويين. والكربون كيدير ربعه ديال لي ليزون، دار وحده مع لازوت غادي يبقاو ليه هاد ثلاثه هادو خاويين. داكشي اللي جدنا لكم هاد الشريطات هادو هما لي ليزون لي ما عامرينش ما فيهم حتى شي اتوم، هما هادوك لي ليزون الخاويين. دونك هادشي اللي قلت
كامل انا غنبين لكم مزيان هاد الورقه هادي. هادو خاصهم يتحفظوا، مهمين بزاف 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 بزاف. راه كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، راه يقدر يعطيكم واحد الموليكول ما يعطيكمش شحال فيها من كربون، شحال فيها من هيدروجين، ولا يعطيكم لا فورمول سومي ديفلوبي. غادي يعطيك مثلا سميتها بحال هاد الشيء هذا سميتها، ويقول لك انت غادي تجبدها ليا. دونك تما غتجيكم صعيبه الا ما كنتوش عارفين هاد لي فونكسيون هادو، والا ما كنتوش عارفين لي ريغل ديال لا نومونكلاتور، حتى هما غادي تلقاو فيهم مشكل الا تحط ليكم بحال هاد الكا هذا في ليكزام ان شاء الله. كنتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم، والا استفدتوا ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو عندي في لاشين وتبارطاجيو مع صحابكم الماكسيموم باش كلشي يستافد. نتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله.